أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بسم الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا اسماء
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاطلع نعليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا
قال هي عصاي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري قال رب اشرح قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أزري وأشركه في كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى
الكبرى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ فليلقه اليم بالساق ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله أو يخشى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجع إلى أمك
بك كي تقر عينها ولا تحزن. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف قال لا تخافا، قال لا تخافا، قال لا تخافا، إنني معكما أسمع